أصدقاء سبيستون، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات لتبدأ رحلتنا مع بيورن وباكي. نمشي نلعب نتسلى في البراري، عندما تمطر نقرأ أو نغني. كل يوم نكتشف أغراب الأشياء. بيورن وباكي دائما أفضل الأصدقاء. نحن بيورن وباكي. تحقيقات الدببة. كانت ليلة مظلمة وعاصفة. المظلة المسكينة الغافلة لم يكن لديها فكرة عما سيحصل. كانت اللعبة على قدم وساق. ما هذا الضجيج؟ لابد من أنني أتخيل. أجل، لابد من ذلك. وتوقفت العاصفة أخيراً، لكن عاصفة من نوع آخر كانت تدبر. اسمع يا بيورن، هناك احتمال أن تكون قد استعرت مظلتي. لا أبداً، لما أستعيرها؟ لدي واحدة، إنها هنا. دان دان دا. لقد كانت في هذا المكان، هنا تماماً. هذا أمر غريب. إن الأمور تصبح أكثر غرابة. لقد اختفت مظلتي أيضاً. لقد كانت موجودة وفجأة اختفت. هذا غير معقول. لا بد من وجود سرق مظلات بيننا. هل تعلم ما يعني ذلك؟ حسناً، كلا. سأخبرك ماذا يعني. الشرطي باكي والمحقق بيورن سيهتمان بذلك. محققان الكبيران انطلقا ليحققا بقضية هذا القرن. خطوتهما الأولى جعل السيارة شبيهة بسيارة المحققين. إنها قضية مهمة جداً. وبعيونهما المتيقظة وعجلات سيارتهما التي تأن تحتهما، محققان شقا طريقهما ليحلا القضية. ما هذا؟ شاهد، مشتبه به. الثعلب فريني، أحدهم يسرق المظلات. لم تفقدي مظلتك، أليس كذلك؟ كلا، مظلتي موجودة. لا تلعبي دور البريئة معنا، نحن نعرف كل شيء. كل شيء؟ هذا رائع. لماذا لون السماء أزرق؟ أنا من يسأل الأسئلة هنا. أين كنت بالضبط في الليل يا آنسة ثعلبة؟ في المنزل، في سريري. ها، نعم، كنت أعرف هذا. اعترفي أين قمت بتخبئة المظلات، أخبرينا. باكي، لا تحقق بالشكل الصحيح. ما الذي سيدفع فراني لسرقة المظلات؟ يجب أن نتعقب أثر السارق لنحصل على المظلات. الأثار، أجل. الشرطي باكي لن يرتاح حتى يعثر على أثار المجرم. كانت المظلة هنا تماماً. اللص سرقها من هنا وهرب. أين هي أثر أقدامه؟ تشيكي ساعدنا، هيا جد الآثار. تشيكي لديه حدس قوي في مجال حل الجرائم. وجدته، طائر جيد. انظر، إنهما لصان. لحظة، انظر، إنهم أربعة لصوص. كلا، بل ستة، إنها عصابة لصوص كاملة. باكي، انتظر. انتظر باكي؟ نحن نتبع أثر أقدامنا. وبهذه البساطة اختفى دليلهم الوحيد. لنعد إلى نقطة البداية مرة أخرى. أولاً، نعلم أن مظلاتنا سرقها اللصوص. بالإضافة، لم يترك اللص أي أثار لجريمته. أعتقد أن اللص استخدم الأنفاق. حيوانات الخلد هي سرقت مظلاتنا. حيوانات الخلد؟ هذا مذهل. كيف سنستعيد مظلاتنا مجدداً إذن؟ هذا أمر بسيط. سننصب فخاً للخلد وسنلقي القبض على هذا الخلد سارق المظلات. يجب علينا أن نصنع طعماً. نصنع طعماً؟ لكن لم يتبقى لدينا مظلات، أخذوها كلها. ما زال لدي واحدة. وهكذا، الشرطي باكي ليس لديه سلاح سوى حدسه السخيف ومعدل ذكائه الكبير لصنع فخ لسارق المظلات الغامض. العدالة إلى جانب العبقرية. حان الوقت، نحن على وشك القبض على السارق. سوف يخرج من نفق تحت الأرض في أي لحظة. في أي لحظة، في أي لحظة، صدقوني. ثم ينقض من السماء ويسحبها بمكر. هيا باكي، ألقي القبض عليه. الفخ الذي صنعته لم ينجح. إنه لحيوانات الخلد، ووفقا لمعلوماتي الخلد لا يطير. هيا باك، كيف سنلتقطه؟ هيا بنا لنتبعه بسرعة. حان الوقت لمطاردة شيقة. لن تهرب. إنه يطير باتجاه الغابة الخارجية، حيث إن الاختباء سهل هناك. استلم القيادة. لماذا؟
لدي خطة. لقد خاطر بكل شيء بشجاعة من أجل سلامة المظلات في كل مكان. نعم، ضربة جميلة. حيوانات خلد، أليس كذلك؟ لقد كانت نظرية معقولة نظراً إلى الأدلة. أوه، انظروا إلى صغار الطيور اللطيفة. طبعاً، إنها لطيفة، لكن هذه مظلاتنا. أنا لا أمانع، وأرحب بها في مظلتي. أنا أرحب بها في مظلتي أيضاً. حسناً، لا يهم، من الواضح أنها تحتاج إليها. سيعود المحقق إلى عمله. ما زلت متأكداً من أن حيوانات الخلد لن تكون نهايتها سعيدة. لا ينتهي عمل المحقق أبداً. أصدقاء سبيستون، نتمنى أن تكون مغامرتنا لهذا اليوم قد أعجبتكم. اضغطوا زر الاشتراك لتشاهدوا حلقات بيورن وباكي الجديدة.